الاهلي يهزم الاتحاد السكندري بثلاثيه نظيفه ويواصل تصدره للقمه منفردا للاسبوع الثالث على التوالي. كابتن علاء الف مبروك. مبروك يا ايمن، ثلاث نقاط مهمين جدا. ومباراه تقريبا انت حسمتها من الشوط الاول، ودي دي احسن حاجه عامه في مباراه الكوره، انك طول ما تقدر تخلص المباراه بدري خلصها، ما تخشش في مشاكل وضربات جزاء. ممكن كضربه جزاء من الاثنين دول تسجل، هتخش في يعني هيبقى الفرق هدف بس، ممكن تبقى عارف الامور تبقى مش سهله زي 2-0، والامور كلها مهيئه لك الشوط الثاني تحرز اهداف. لكن انا من وجهه نظري يعني متواضعه وهنتكلم فيها بعدين، الشوط الثاني لا، الشوط الثاني وحش قوي 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 على كل الوجوه. يعني فريق الاتحاد معذور يبقى كده 2-0، فالملعب مفتوح تماما الشوط الثاني، عنده اخطاء كتير، بس ده على فكره هو خسران 2-0 مش فارق معاه. لكن انا ما عجبنيش الاداء الشوط الثاني خالص للنادي الاهلي، هبوط مش مبرر، اخطاء كتير قوي. لازم تبص انك الفرص اللي جات لفريق الاتحاد لازم تقلق منها. فريق الاتحاد لو احرز مثلا الهدف بتاع مبلول اول ما نزل يعني الشناوي تعامل معاه ببراعه، لا تعامل معاه ببراعه يعني تحسب ليه فعلا، ورده فعل ممتازه، كانت ممكن الامور تخش معاك في متاهات كتير جدا ايمن. ضربه جزاء بعدها ضايعه. انا دايما ببص، معلش انا ببص الحاجات اللي هي الاخطاء، ببص دايما للسلبيات، لكن عشان السلبيات كل ما سلبياتك تقل كل ما انت اجاباتك تزيد كل ما انت تبقى احسن. لكن الشوط الثاني الملعب يبقى مفتوح تماما كده للفرقتين، لا دي حاجه مش مبرره، لكن هنتكلم فيها بعدين. لكن في النهايه انت دايما بقول لك انت بص الاهم، الاهم ثلاث نقاط مهمين جدا جدا جدا، ونتيجه 3-0 يخلوك اول الدوري، وان شاء الله تكمل اول الدوري كده مع معالجه الاخطاء اللي بتظهر لك خلال كل مباراه. وان شاء الله دايما انا دايما بحب الاحسن، بحب اشوف النادي الاهلي دايما الاحسن نتيجه، وبحب اقول نتيجه الاول واداء، لانك انت هتحاسب في الاخر على النتيجه. فمبروك، ثلاث نقاط مهمين جدا الحمد لله. كابتن اسامه الف مبروك، فوز غالي للنادي الاهلي والعلامه الكامله حتى الان. طبعا ثلاث نقط مهمين جدا، انت متصدر الدوري لوحدك بوضوح، فمبروك لجماهيرنا ولكل من ينتمي للنادي الاهلي. عملت الشوط الاولاني كويس جدا وجبت هدفين. الشوط الثاني حصل لخبطه كبيره، لكن برضو قدرت تجيب جون في الدقيقه 90 الجون الثالث، والاتحاد دخل بشكل كويس الشوط الثاني واضاع ضربه جزاء واكثر من كره لمبولولو، وحصل فيه ربكه شويه. و يعني انا بس يعني بعيب بس على النادي الاهلي في حاجه، ان لما اكون كسبان ليه بلعب اكني خسران؟ يعني بيلعب بنفس سرعه ورتم الفرقه الاخرى ليه؟ يعني انا في وقت النتيجه 2-0 جه عليا هجمه مثلا خطر بتاع، في مفروض هدوء وفي سيطره واستحواذ على الكوره واخد وقتي في اداء الهجمه. يعني انا بحس ان اللعب لما حد يجي يتفرج على الشوط الثاني من بره ممكن يقول الاهلي مثلا ده خسران او متعادل ومستعجل عايز يلعب لقدامه ويجيب جون. فانا بس هي دي النقطه اللي ما فهمتهاش الشوط الثاني، ليه بنلعب بنفس الوتيره اللي بيلعب بيها النادي الاتحاد؟ نادي الاتحاد بيلعب لقدام قوي وفاتح خطوطه ومش فارقه معاه وخلاص خسران 2-0 فعايز يرجع للمباراه باي طريقه. احنا بس مش مستحوذين على وسط الملعب كويس. يعني انا حتى لما حصلت التغييره بتاعت حمدي فتحي وقفشه قلت هنستعيد السيطره وهيحصل هدوء وهيحصل تركيز، لا نفس الاستعجال ونفس السرعه، مش سرعه بقى، نفس السربعه. يعني تروح الكره بسرعه لقدام تفقدها بسرعه، تروح هجم عليك وهكذا الماتش. انت عايز الريتم كان يقل شويه طبعا، وتحتفظ بالكره شويه وتهدى على هجمتك شويه، انت كسبان حتى لو استحواذ سلبي، حتى لو استحواذ سلبي يعني انت يعني بالعكس كمان الموضوع ده هيوتر لعيبه الاتحاد وهيفتح لك كمان خطوطهم وهيبقوا مستعجلين يضغطوا عليك عشان يقطعوا الكوره. فهي دي النقطه. لكن في النهايه انت كسبت بنتيجه كبيره 3-0 ومتصدر الدوري لوحدك،
فمبروك، والاخطاء البسيطه اللي بتحصل دي نعالجها الماتشات الجايه، وتاني مبروك للعيبه وللجهاز وللجماهيرنا. كابتن عادل الف مبروك، فوز مهم كنا محتاجينه طبعا علشان العلامه الكامله زي ما قلنا، وعشان تواصل الصداره لوحدك يعني بعيد عن الفرق المنافسه في سباق الدوري. احنا اتفقنا على الثلاث نقاط مهمين جدا صح، ولكن الانديه اللي محتاجه ان هي تمشي على طول في مكسب لازم اعاده النظر في كل مباراه. النادي الاهلي شوط اولاني جيد جدا اعلى من الممتاز، شوط تاني لازم اعاده النظر فيه، لازم من ناحيه بدنيه هل، من ناحيه الفنيه هل، في التغييرات هل، في الناحيه الشخصيه في اللاعبين، فيجب اعاده النظر فيها، لان ده مش الشوط الاولاني مش الشوط الثاني في المباراه دي بس، المباراه اللي قبليها برضو انت بتعمل الشوط الاولاني افضل، الشوط الثاني بتبقى اقل. لا، المباراه 90 دقيقه يجب عليك انك انت تشتغل فيها. احنا مش نادي صغير علشان نفرح بس وما نحسبش اخطائنا. انا كسبان 3 النهارده وبقول لك مبروك، وده مكسب كبير جدا. واللي يسمعني دلوقتي يقول ايه ده، ازاي يتكلم على ان انت كسبان 3 ولسه في نقد؟ في نقد، ان احنا مش قليلين، احنا كبار يعني. الشوط الاولاني انت كنت فيه جيد جدا، الشوط الثاني الشناوي في 2 بنالتي ضاعوا منك، كانوا هيدخلوا معاك، ضاعوا عليك من الاتحاد، كانوا هيدخلوا معاك في المباراه، في اكتر من هجمه الشناوي يعني صدها، انت كسبان 3-0 ونجم الفرقه عندك الشناوي، فده تاني شوط. فعلشان كده انا بقول انا مش هفضل، انا مش فرحان على اني كسبت. البطل كده، انك انت عشان تبقى بطل لازم لما تكسب تكسب اكتر حاجه، ولما تخسر تخسر اقل حاجه. فعلشان كده بقول لك يجب ان في اعاده النظر في حته التكتيكيه البدنيه النفسيه بتاعه اللاعبين. ما اعرفش المدرب اقرب واكتر، لكن انا دايما ببص لها كده، ببص للمباراه وببص لفرقه النادي الاهلي مش اي نظره. في فرق تتبص لها بنظره وفرقه تانية لا، يعني اي النادي الاهلي تبص له بنظره البطل اللي لما يلعب باداء كويس وبيلعب. وانا كلمتك كابتن ايمن وانت يمكن اتكلمنا في الامر ده بره الهواء، وقلت لك ان في صعوبه على النادي الاهلي دائما. الفرق يا كابتن لما بتيجي تلعب النادي الاهلي غير لما بتلعب اي فرقه تانية، اي فرقه تانية. هو كده، ده قدر النادي الاهلي يعني طول عمرها كده، يعني عايز الناس تحسبها كويس. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انا مش بشكك في حد، ما فيش حد عايز يخسر من حد، لكن ده طبيعي. النادي الاهلي المدرب لو كسبه بيقعد سنه يشتغل، النادي الاهلي الفرقه لو كسبته بتقعد سنه، ما بتقعد 5-6-10 ماتشات ماشيه كويس قوي. اللاعب اللي بيعمل ماتش كويس في النادي الاهلي تسويه بيبقى كويس وبيروح المنتخب، وممكن يروح المنتخب. فدي كل دي حوافز على النادي الاهلي. لا، في انديه اخرى يعني انا بتفرج على فرق بتبقى قدامك قويه، لكن قدام النادي الاهلي مش بتبقى قدام اي نادي تاني، اي قسمة، لانه في نديه ما حدش بيتعمل له حساب. عشان كده انا بكلمك، انا دايما بقول ان احنا لما نكسب نكسب قوي ونكسب كتير، وما فيش لعيب يوصل لنا. ما فيش يعني طول ما انت بتدافع كويس، انت كسبان 10 فبتدافع كانك 0-0، انت كسبان 10 فبتجيب جون كانك 0-0 عشان تجيب ال 11. ده صفه الانديه الكبيره. ولكن في الاخر مبروك الثلاث نقاط، مبروك علينا العلامه الكامله، وان شاء الله الكلام اللي انا بتكلمه ده ان شاء الله يعني المدرب تكون في دماغه الامر ويشوف فيديوهاته والحاجات دي كلها، لانه ما كانش طبيعي كم الهجمات بتاعه الاتحاد على النادي الاهلي الشوط الثاني، ومش من الطبيعي ان احنا نشوف الحاجات دي ونتغاضى عنها. كابتن بلال الف مبروك، بالرغم يعني فوز مستحق بالرغم من اختلاف الاداء في بعض اوقات الشوط الثاني. مبروك طبعا للنادي الاهلي، 3 نقاط مهمين جدا، ومشوار الدوري دايما بيحسم بالنقاط يعني. صحيح. قبل الاداء انت مهم جدا انك بتكسب، يعني لان النهارده في وراك خصوم، الخصوم بالنسبه لها ما يفرقش معاهم ادائك عامل ازاي بقدر ما يفرق معاهم النهارده انت النهارده كسبت ولا تعادلت، خسرت كام نقطه او كسبت كام او كسبت النقاط الثلاثه ولا لا.
فالنهارده النادي الاهلي في كل مباراه بيكسب فيها بيؤكد ان هو في انطلاقه كبيره جدا لاستعاده درع الدوري العام. في بعض المباريات ممكن ما يكونش الاداء فيها جيد، وده طبيعي جدا في كره القدم، يعني ممكن النهارده ادائك ما يكونش الاداء الافضل والمتميز بالنسبه لفرقتك، ولكن الاهم هو تحقيق الهدف. احنا اتكلمنا قبل الماتش وقلنا مهم جدا البدايه اللي بتحسم كل شيء. صحيح. النهارده البدايه حسمت المباراه بالكامل، برغم زي ما قالوا اتفق مع الكباتن انك انت ادائك الشوط الثاني مش افضل حاجه، بس انا برضو قصه ان انت الاداء الهجومي والتنظيم وكل ده مش ده الاساس في القصه، يعني طول ما انت كسبان الاساس في القصه ان ما يبقاش عليك خطوره. يعني انت ممكن تكسب الماتش وتهدى الريتم بتاعك، يهدى ريتم ادائك الهجومي يهدى شويه تمام، وتلعب استحواذ ممكن يكون في بعض الوقت استحواذ سلبي وما تروحش على الجول، تروح كل فتره، بس ما يبقاش عليك خطوره طول الجيم. ده المهم. لكن النهارده كان في خطوره من الاتحاد من بدايه الشوط الثاني، اول ثلاث دقائق بنالتي، بعديها كره تعبت بالعرض، بعد كده انفراد بنالتي تاني. يعني الاداء الدفاعي النهارده ما كانش افضل حاجه تمام، لكنك عشان قدرت تسجل هدفين الشوط الاول، فبرضه فرقه الاتحاد كان فاتح الجيم قوي، كان ممكن انت في اي وقت تسجل هدف ثالث زي ما حصل مع مجدي قفشه، كره تعبت لعبها بالرأس الجول ولعبها بالعرض فحطها اكرم توفيق وسجل الهدف الثالث. ده كان ممكن، خد بالك، وبيرسي تاو قبلها انفراد كامل يعني. فالنهارده الهدفين فرقوا معاك في 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 فتح دفاع او خطوط فرقه الاتحاد السكندري، فرقوا بشكل كبير جدا. ولكن خد بالك يعني مستر كولر لازم الحته دي يركز عليها جامد جدا. النهارده ممكن ما تسجلش اهداف في الشوط الاول، هل ده معناه انك انت الشوط الثاني ممكن يبقى عليك هجمات خطره تمثل خطوره على النادي الاهلي؟ هي يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. حته ان انت النهارده سجلت، طب الماتش اللي جاي ما سجلتش، لو اتاخر التسجيل في فرق ممكن تلعب معاك قدامك الجيم مفتوح من بدايه اللقاء، فتسهل لك الماتش زي النهارده، تسهل لك الماتش زي الجيم اللي فات بتاع المحله. لكن في فرق ممكن تلعب معاك جيم مقفول، فبالتالي ممكن تخرج الشوط الاول متعادل وتبذل مجهود كبير جدا، تيجي الشوط الثاني تبقى برضو يعني عارف مريح شويه بلغه الكوره، يعني رتمك يهدى شويه. دي ممكن تقابلنا الماتشات اللي جايه. خد بالك انت كل ما بتكسب كل ما الفرق بتغير من الاستراتيجيه بتاعتها معاك، كل ما بتكسب كل ما الفرق بتعمل لك حساب اكتر، كل ما بتكسب كل ما الفرق النهارده اللي بيطمع النهارده في دفاعات النادي لا بكره هيبقى عامل حساب كبير جدا ويقفل ويبتدي يقفل بالظبط، لانك انت خلاص انت النهارده كسبت الاتحاد 3 المحله، الماتش اللي فات 2، الماتش اللي قبل بتكسب 4، يعني كل مباراه انت بتكسبها يا كابتن ايمن هي بتصعب عليك المباراه اللي بعديها، مش بتسهلها، هي بتسهلها نفسيا عليك انت تمام، لكن بتصعبها لان الفرق اللي قدامك هتيجي عامله حسابهم بشكل اكبر بكتير جدا من انت كونك متعادل او مهزوم الماتش اللي قبليه. فالنهارده الاهلي يعني على مستوى النقاط طبعا 100% الحمد لله رب العالمين، ودي خد بالك برضو بتخلي المنافس تحت ضغوطات كبيره. صح. جدا 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 طول ما انت بتكسب، حتى برضو لو قلنا الاداء مش جيد او الاداء مش افضل حاجه او النهارده في سلبيات كتيره جدا في الحاله الدفاعيه وبعض الاوقات في التمركز وبعض الاوقات في التنظيم بتاعك سواء اذا كان التنظيم الهجومي او التنظيم الدفاعي، ولكن مكسبك النهارده يخليك دايما عامل ضغط على الخصم اللي قدامك، يخليه دايما هو محطوط تحت ضغوطات كبيره جدا. النهارده انت بتحسبها ازاي؟ انت وانت قاعد النهارده بتحسب الماتشات، الاتحاد فرقه عملت ايه؟ كسبانه 3 ماتشات، الماتش ممكن يكون صعب، هو النهارده المنافس بيحسبها كده. بيحسبها انت ماتشاتك مين الماتش اللي ممكن تفقد فيه نقطتين؟ طب مين الماتش اللي ممكن تفقد فيه 3؟ مظبوط. هي الحسابات بتبقى ماشيه كده، فالنهارده كل مباراه بتعديها صعبه كل ما خد بالك انت بتحط ضغط على المنافس بتاعك، ضغط شديد ضغط كبير جدا جدا. صحيح. وبيشوف ان هو فرصته للالحاق بتبقى صعبه جدا، كل ما بتكسب ماتش صعب، يعني احنا بالنسبه لنا انا كنت شايف ان من الماتشات الصعبه جدا مش ماتش النهارده الاتحاد، لكن ماتش المحل. أيوة. المباراه اتسهلت عليك، قدرت تكسب، لعبوك بطريقه يعني مش بالظبط يعني مش لا ما يناسبوش هو ايوه ما يناسبكش انت ما يناسبكش ما يناسبش الماتش بالظبط كده ما يناسبش يعني ماتشات مع الاهلي بالظبط. أيوة. فتحت الجيم فديت فرصه للاهلي ان هو يستحوذ يمتلك ويلعب هجمه مرتده. انت احسن حاجه بالنسبه للفرق الكبيره انه يلعب على هجمه مرتده للفرق الكبيره. أيوة. خد بالك انت مشكله الفرق الكبيره ايه؟ ان هي المساحات. أيوة. ان هي ما تلاقيش مساحه. مشكله الفرق الكبيره ان هو ما فيش فرصه. هو بيحاول ان هو طول المباراه يخلق فرصه للمكسب، فرصه يسجل منها هدف، فرصه يخلق منها فرصه، تاخد بالك، او مساحه يخلق منها فرصه. النهارده انت لما بتلعب الاهلي بالاسلوب ده
انت بتقول له اتفضل تمام يعني سجل الاهداف اللي انت عايزها، لان طالما اديت الفرقه الكبيره مساحه واديته زمن اعتقد الامور بتتسهل بالنسبه له بشكل كبير جدا، زي ما حصل النهارده وزي ما حصل مع المحل. فالنهارده مباراه جيده الشوط الاول، على المستوى الدفاعي ما عجبنيش الشوط الثاني، ولكن انت كمجمل المباراه خلاص انت كسبان 3-0، فخد بالك فالمكسب الكبير بيجب احيانا بعض الاخطاء. النادي الاهلي بيهزم سموحه في دور الثمانيه لكاس مصر كره السله للرجال طبعا 91-49، فارق كبير جدا. الف مبروك للنادي الاهلي. نروح نشوف مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد نهايه المباراه. Zuerst dann die Zusammenfassung für das Spiel und dann die drei Fragen. Ja, ich möchte ein bisschen ausholen. Ne? Also ich möchte, ich habe mitbekommen, dass von mir gesprochen wird in Presse, dass ich Spieler suche, dass ich Spieler abgeben möchte. Ich möchte einfach hier mal öffentlich sagen, dass das überhaupt nicht stimmt, dass ich mit niemandem von der Presse gesprochen habe. Das einzige Mal ist, wenn ich hier bei der Pressekonferenz bin. في حاجة عايز بس أقولها في البداية ملهاش علاقة بالمباراة، بس مهمة بالنسبة لي جدا إن أنا أوضحها. أنا وصل لي إن بيتكتب كتير في الإعلام إن أنا في لعيبة عايزها وفي لعيبة مش عايزها، في لعيبة لازم تمشي، وإن أنا بقول آرائي في بعض اللعيبة. أنا بأكد مرة تانية قدام الناس كلها وبستغل المنصة دي إن أنا أقول لكل الناس، أنا ما اتكلمتش مع أي حد من الصحفيين، ما قلتش لأي حد في أي حتة في النادي إن أنا عايز مين ومش عايز مين، ما عبرتش عن إن أنا عايز حد ولا إن أنا عايز أمشي حد. الكلام ده عاري تماما من الصحة، ولو سمحتوا محدش يصدقه خالص، ما حصلش. انا الحديث الوحيد الصحفي اللي بعمله هو المؤتمرات الصحفيه بعد المباريات، غير كده مفيش اي كلام بعمله مع الاعلام، ومفيش اي اخبار بتطلع مني عن لعيبه سواء عايزها او لعيبه عايزه امشيها. Und ich habe unseren Spielern gesagt, wenn irgendwie was ist, wenn wir irgendeinen Spieler nicht mehr möchten, wenn wir einen Spieler ausleihen möchten oder wenn wir einen neuen holen, dann ist das entscheidend, dass wir zuerst mit den Spielern sprechen und nicht über die Presse. Und wenn es dann soweit ist, dann werden wir die Presse entscheiden. وإن لو حصل إن أنا في لعيب مثلا عايز يطلع إعارة أو عايز لعيب أجيبه، أنا بتكلم على لعيبتي الأول قبل ما أتكلم مع الإعلام، بيبقوا عارفين الأول إن هو هيخرج أو كده هتكلم معاه لو أصلا حصل، وبعدين بنقول للإعلام. لكن أنا مفيش أي حد أنا في خططي خالص إن هو هيخرج، ولا إن أنا هستغنى عن أي حد خالص، ولا فكرت في الموضوع ولا اتكلمت فيه مع حد. Ja, wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Wir haben trotzdem 3-0 gewonnen und das ist natürlich sehr erfreulich. Man muss aber sagen, dass nicht viel zusammengelaufen ist. Konzentration war nicht optimal. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Und man war schon in der ersten Halbzeit, dass dann Cenaui uns Penalty gehalten hat. Gleich nach der Pause, wo ich eigentlich auch angesprochen habe, dass wir konzentrierter spielen müssen, kriegen wir gleich wieder einen Elfmeter mit Fehler. Und das sind Dinge, die wir abstellen müssen. Da müssen die Spieler viel konzentrierter bei der Sache sein. Für die Bedeutung, wir haben gesehen, 3-0, aber wir haben nicht gut. Und wir waren ولكن دي حاجة كويسة إن إحنا رغم إن إحنا سيئين إن إحنا عرفنا نكسب في الآخر. احنا المشكله كانت النهارده اكبر مشكله كانت عندنا مشكله التركيز، رغم ان انا بتكلم فيها من قبل المباراه، لكن اللعيبه دخلت في الماتش ما فيش تركيز تقريبا خالص. وبين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه برده ان هم يحاولوا يرجعوا تركيزهم ان هم يدخلوا في المباراه. فالشوط الاولاني بينتهي بضرب الجزاء وبنشكر الشناوي ان هو صدها لنا، فندخل اوضه اللبس نحاول نتكلم مع اللعيبه يرجعوا التركيز، وفي اول ثانيه كلام زي ما يكون ما تسمعش، يعملوا برضه خطا في التركيز، غلطه مننا احنا، نتسبب في ضربه جزاء ثانيه، فبنصعب على نفسنا الامور. التركيز النهارده ما كانش موجود، ودي حاجه لازم هنشتغل مع اللعيبه فيها، واللعيبه لازم كمان من نفسها تقدر انها تشتغل عليها. Gratulieren dann für die drei Punkte und an der ersten Platz zu stehen. Afshar hatte heute sehr viele Feldpässe gemacht, er war unkonzentriert. Wenn Sie mit ihm sitzen, mit ihm sprechen, individuell dann über die Fehler, die er gemacht hat? Ja, also wir werden morgen mit allen zusammen, werden wir das anschauen und
احنا بكره هنقعد كلنا مع بعض مع كل اللعيبه نتفرج على كل ماتش ده تاني، وهو ما كانش لوحده فالكلام هيبقى للكل. Ich gratuliere nochmal. Sechs Spiele jetzt in der Meisterschaft. Und jedes Spiel, fast jedes Spiel, probierst du dann einen anderen Stürmer. Es gibt dann keinen Stürmer, der dann die sechs Spiele gemacht hat. Hast du, hat keiner dann überzeugt? Hast du, hat keiner dir überzeugen können? Und überlegst du dann ein Rotieren zwischen die drei oder vielleicht oder vier? Oder vielleicht willst du dann einen ausländischen Spieler verpflichten oder Stürmer verpflichten? Ja, nein. Also ich glaube, das ist natürlich so, wenn wir hochstehen und viel früh stören, müssen die Stürmer natürlich auch viel laufen. Und das kostet viel Kraft. Sie sind immer im Sprint unterwegs. Und das ist natürlich gerade als Stürmer wichtig, dass man frisch ist. Und wir haben jetzt mit Percy da zwei Spiele hintereinander gespielt. Ich weiß jetzt noch nicht, was er hat. Ich hoffe, dass die Verletzung nicht allzu groß ist. احنا كده كده يعني لازم بعمل تدوير بالمهاجمين بالذات، لان انا بلعب بكوره فيها ضغط عالي، والضغط العالي بيبقى محتاج ان المهاجم بيجري كميات جري كتير جدا، لانه بيجري قدام مسافات كتير وبيعمل سبرنتات كتير جدا، فبيبقى عليه حمل بدني كبير. فانا ما اقدرش العب مهاجم بالطريقه اللي انا بلعب بيها، ما اقدرش العب مهاجم 3 4 5 ماتشات ورا بعض، مستحيل. فلازم هفضل ادور دايما بين المهاجمين، لان المهاجم لازم بتاعي يبقى دايما فريش عشان يقدر يمارس انواع الضغط اللي انا بطلبها. بيرسي بيلعب ده تاني ماتش ليه، اتمنى ان تكون اصابته مش كبيره لان هو خرج مصاب، اتمنى ان هو ما يكونش اصابه تطول يعني. Letzte Frage. Wir gratulieren dann für das Ergebnis. Die Auslosung für Afrika Champions League dann ist war heute. Der Ali ist in der schwierigsten Gruppe von den Vieren mit Sundowns, Cotton und Hilal. Besonders ist der Ali hat immer das Ziel, dann die Champions League zu gewinnen. Ist eigentlich dann nicht zum Spiel, aber nein, das ja. Ist deine freie Entscheidung, diese Frage zu beantworten oder nicht? Ja, ich habe das auch gehört, dass das eine schwierige Gruppe ist und muss man aber zuerst über die Mannschaften informieren, da kenne ich mich noch nicht aus, also kenne sie noch nicht und werde jetzt auch in der nächsten Zeit informieren, wie sie spielen, was sie spielen und dann dementsprechend werden wir sicher auch gut vorbereitet sein. أنا زي حضرتك كده سمعت برضو إن المجموعة صعبة، لكن أنا لسه ما اتعرفتش على الفرق كويس، أنا اللي لازم أشوفهم، لازم أتعرف عليهم، أخد معلومات كافية عن الفرق عشان خاطر أقدر أقيم صعبين ولا مش صعبين، لكن اللي أنا أقدر أوعد بيه إن إحنا هنحضر نفسنا كويس للماتشات بتاعت دوري المجموعات إن شاء الله. شكراً. داخلين. شفنا مستر كولر بعد المباراة، طبعا هو المكسب 3-0 مكسب كبير، ولكن تحس ان هو مش راضي عن الأداء في بعض الأوقات المباراة. يعني هو قال ان احنا في آخر الشوط الأول استقبلنا ركلة جزاء ولكنها ضاعت، فقلت للعيبة التركيز يزيد الشوط الثاني، بدأنا الشوط الثاني بركلة جزاء علينا ضاعت، في بعض الأمور جوه الملعب ما كانتش عاجباه وخصوصا الشوط الثاني. ولكن هو قال برضو ان احنا كويس قوي وانت مش في افضل حالاتك ان انت بتحافظ على المكسب وبتقدر تجيب جول ثالث. الاخطاء هنعالجها، هيقعد مع اللعيبه، قال بكره هنبص على الاخطاء اللي حصلت في الماتش، وكلام واقعي. يعني هو الراجل بيتعامل، كان ممكن واحد ثاني يقول لك احنا كسبنا 3 مش هنفكر ان احنا نبص، لكن هو الراجل بيتكلم ان كان في اخطاء هنحاول نعالج الاخطاء دي علشان احنا بنبص لقدام. اتكلم على عمليه التدوير في مراكز بعض اللاعبين، اتكلم على المهاجمين، وقال انا بلعب ضاغط على الفرق اللي قدامي، فمحتاج ناس جاهزه قدام، ناس بتعمل مجهود كبير، ناس بتجري، فاكيد هيبقى في عمليه تدوير في الجزء الامامي. يعني هو اتكلم بواقعيه واتكلم باسلوب متزن، ما فرحش قوي ان المكسب 3-0، ولكن حتى وهو كسبان 3-0 اتكلم على وجود بعض الاخطاء ارتكبت على مدار الشوطين يا كابتن علاء. هو يعني كلامه تحس كل قاعد معانا. ودي حاجه كويسه الحمد لله، ان يعني كلنا اتكلمنا هنا في الاستوديو على تقريبا مجمل الكلام اللي قاله كولر. وهي دي فلسفه الفرقه الكبيره ايمن، فلازم يكون كسبان ومبسوط بثلاث نقاط، لكن
انت عندك ايه المشاكل اللي قابلت النادي الاهلي الشوط الثاني؟ الشوط الثاني مشاكل حاجتين مهمين جدا. كابتن اسامه اتكلم في حته هي في لغه الكوره فلسفه تسيير مباراه، ازاي تسير المباراه على رتمك انت مش رتم المنافس. سيب المنافس يجري ان هو متاخر 2-0، انت مش مستعجل. المباراه الشوط الثاني ايمن كانت بالظبط عباره عن كر وفر، ميس باس من هنا على ميس باس من هنا، كره مقطوعه من الاهلي بسرعه ترد على الاتحاد بسرعه، كره مقطوعه بسرعه من الاتحاد ترد على النادي الاهلي، ضرب جزاء، كور عرضيه بالهيد الشناوي. مش ده شكل اداء فريق غالب الشوط الاول 2. لكن هو كولر اتكلم على لازم نركز زياده، ودي كانت نقطه لازم كان النادي الاهلي يبدا بيها الشوط الثاني. 2-0 ايمن، انت خارج الشوط الاول انت تقريبا انت مرتاح تماما، متسيد الشوط الاول حلو قوي، الاداء مش ممتع لكن احسن. 2-0 يعني 70-80% من المهمه بالظبط تقريبا. الاتحاد مش هو الفريق اللي كان ممكن يقلقك، حتى لو الكور كانت بتعمل على احمد عادل وكده، بس كلها الكور وليدة الصدفه، مش حاجه مش حاجه تقلقك. لكن انت غلطت الشوط الثاني في حاجتين ودفعت ثمنهم، مش في المباراه الحمد لله، لكن في شكل ادائك اللي هم ايه بقى؟ اللي هم مش عارف تصير الشوط الثاني زي ما انت عايز، دي اتكلمنا فيها، ان انت تمشي الشوط الثاني اولا من غير ما تجد نفسك، تحافظ على 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 شكلك، وسهل جدا تجيب 3 و4. ليه؟ انت لما تمسك الكوره وتبدا تلقى نقله واثنين وثلاثه من رجل للرجل، فريق الاتحاد طبيعي هيهاجمك، ان هو مش خسران، هو خسران اثنين، هو بيدور، هتلاقي المساحات اللي بمنتهى السهوله هتلاقيها. المساحات اللي بمنتهى السهوله هتلاقيها تلخصت في كلمتين في نهايه المباراه، في كورتين مع حسين الشحات، واحده لبيرسي تاور اللي فيها، وواحده محمد مجدي اللي جه منها الجول. هي دي، لو انت ابتديت الشوط الثاني يا ايمن بالعقليه دي، انك خايل الكره في رجلك لحد ما تلاقي المساحه المناسبه اللي موجوده في الاتحاد من بدايه المباراه مش الشوط الثاني بس، هتوصل للجول بدون اخطاء، بدون ما تعمل هجمات مرتده عليك خطر لوجود الشناوي النهارده، معاه مباراه ممتازه طبعا، ومش هتبذل مجهود زياده. كولر بيقول لك انا دايما بغير في الخط الامامي عشان اس حد جاهز عشان ماتشات مباريات ورا بعض على طول. كل 3 ايام مباراه يا ايمن حمل عالي على اللعيبه، لازم اللعيب يبقى اذكى من اي حد في الدنيا، يبقى هو اللي يعمل ريكفر نفسه في الملعب، بلاش جري كتير بالكوره، بلاش تمريرات خطا كتير. ما انا التمريره مثلا بعمل تمريره اسامه بتتقطع، بضطر ادافع اسامه لازم يرجع، وعادل مش عارف كان مكمل بحيث يرجع، كله بترجع تاني صح. قبل ما ترجع الاتحاد ياخد الكوره تقطع، هو الشوط الثاني كان كده بالظبط، الاتحاد بيتقطع، الاهلي بيعمل هجمه، الاهلي بيتقطع، ده كله مجهود ملوش لازمه، مجهود مهدر. لازم تبقى في ذكاء، في هدوء. المباراه الشوط الثاني انت قطعت 80% منها، يبقى ال 20% من الشوط الثاني شكلك حلو، الكره في رجلك دايما، والمساحه اللي بتدور عليها هتلاقيها، وممكن تضيف هدف ثالث ورابع من غير ما تيجي عليك خطوره. هو ده المبدا وده الاساس بتاع الفرق الكبيره والنادي الاهلي ما شاء الله اكبرهم. لكن هي حته استفاد من اخطائك، عايز حد يتكلم، لازم كان قام حد اهدى كره من رجل للرجل، ما تزودش عن كده، من رجل للرجل هتريح فرقتك، لعيبه الاتحاد هيجري ورا الكوره، ما عايز يقطع عشان عايز هو اللي يهاجم، مش هتخطا. الاتحاد النهارده كل الهجمات اللي عملها عليك حتى ضربه جزاء اخطاء منك انت، انت اللي بتخطا، انت اللي الكوره بتقطع منك بسرعه، بتروح على مساحات فاضيه، فبتضطر ترجع بسرعه تدافع، مجهود زياده وهجمات خطر، وبعدين لازم تحسب الحسبه الأسوأ. لو الاتحاد جاب 2-1 انت ليه بتحط نفسك في دائره الشك؟ ان انت هتدور على الهدف الثالث، وفي ذهنك انك طب ما ممكن هجمه مرتده او كره ثابته تيجي جول. أيوة. دي كره قدم. أيوة. فانت تفكيرك ما بين انك تبقى في حاله نفسيه هاديه في الشوط الاول والشوط الثاني، غير لما تفكيرك هيبقى ايه ده الموضوع بقى اتأزم. دايما يعني انت كذكائك كلاعب كوره لوحدك من غير حد ما يكلمك، حاول تخرج الامور من غير ما فيها ازمه، حاول تخلي اللوحه الشكل اللي عملته الشوط الاول هو يبقى الشوط الثاني زي ما انت تصير الشوط الثاني زي ما انت عايز، من غير مجهود كتير قوي، وتطلع 2-3 من غير مجهود زايد، من غير اخطاء. المجهود الزايد عن الحد ده كابتن اللي هو يعني اللي انت بتقول ان هو مهدر طبعا، اثر على الاداء البدني الشوط الثاني اكيد، وفي المباراه القادمه ايمن هتحس بيه اكتر، لانك انت اللي بتجري ورا الكوره، انت اللي بتغلط، طول ما انت بتغلط انت بتدافع، انت بتدافع ما يعني
اوحش حاجه في كره القدم تبقى قدامها انت بتدافع وبتجري وانت اللي بتدي المنافس الكوره. طيب. يعني هو مش بيعمل مثلا مش حد بيعمل عليك ضغط، لا لا لا، انت الكره سهله قوي بتقطع منك. انت الكره بمنتهى السهوله بتعمل تمريره خطا، يعني تمريرات خطا كتير جدا النهارده الشوط الثاني كلها مرتده عليك. عشان كده كولر وانت بتتكلم انا عجبني على فكره تصريحاته وكلامه ان هو مش فرحان قوي. ايوه اتكلم الكلام اللي احنا اتكلمنا في الاستوديو دي، انا دي احلى حاجه انا بحبها. يعني بص هو بيتكلم يا كابتن دلوقتي ده جول الاول طبعا الأول. لا هاتوه من الاول، يا ريت يا ريت نجيبه من الاول، عشان هو اللي ضغط وخدها بيرسي تاو وهو اللي كملها، وكان في 1 2 هو ومحمود علاء وبيرسي تاو حطها كويس قوي. بس ف يعني هي دي البدايه كابتن. بص بص البدايه وبص مساحات لعيبه الاتحاد يا ايمن. بص الضغط بص خطا تمريره بس في ضغط جيد جدا من لعيبه النادي الاهلي هنا، وفي مساحات واسعه قوي بين لعيبه الاتحاد. عشان كده بيرسي تاو لما استلم مفيش خلاص، هو مفيش رقابه اساسا. يعني المفروض الكره دي يرجع تاني، ممكن ارجعها تاني لو سمحت، ارجعها تاني بس من فضلك. ماشي اهو كملها كملها كملها، بس اقف هنا اقف هنا اقف هنا اقف هنا. الطبيعي ان الاثنين اللي ماسكين محمود علاء واللي جنبه ده وهي الكره في نص ملعب الاتحاد هنا لازم ننزل كلها لقدام. ننزلها كلها لقدام، بيرسي تاو لو اخذ الكره مش هيلاقي المساحه الكبيره دي. فانت انت واحد بوشه مهاجم بوشه، وده احلى حاجه طبعا انك تروح بوشك، ومدافع بيرجع بظهره، انطلاقه لاحمد تغطيه غلط لانك انت كنت الكره معاك على مساحات كلها فاضيه على وقفه خطا دفاعيا. فخلاص راح طبعا من هنا لازم اخلص الكوره. زي ما قال احمد يعني كان المفروض يخلص احمد من هنا زي ما سام عامل كده بعد اللمسه دي عملوا انتم لا دي اللمسه دي عملها، لكن هو حظه كويس قوي احمد ان الكره اتلخبطت بين بيرسي تاو وراحت محمود علاء، محمود علاء ده بيرسي تاو تاني خبطت جول. لكن احنا دايما بنتكلم في اللي لازم الصح يتعمل. الصح يا احمد ان الكره دي بعد ما بيرسي تاو عملها اللمسه الثانيه اتحط في الجول، هيبقى جول حلو وانت على كده. فما تحطش نفسك في مواقف ممكن تبقى مش كويسه، لان الكوره لو مثلا لو هاني سليمان مسك الكوره دي او المهدي سليمان مسك الكوره دي كان قصه الهدف انتهت. ايوه عشان كده بقول لك هي كلها اخطاء بسيطه جدا. صحيح. كولر اتكلم ان هو في اخطاء الشوط الثاني مش معجب بيه هو حتى. هيتكلم مع اللعيبه، التركيز قليل جدا في الملعب، لان اهم حاجه دايما لازم تركز 90 دقيقه. صحيح. يعني احنا بنتفرج على كاس عالم يا ايمن، يعني بص الناس بتبقى عامله ازاي، الناس مش بتركز 90 دقيقة ولا 45 دقيقة، الناس بتركز 120 دقيقة بيخاف على خطأ، خطأ يكلفه كأس عالم. هنا خطأ ممكن يكلفك مباراة، يعني أنت متخيل إن لو البنالتي دخل تحت الشوط الأول. أيوه. هتخش في منتهيات كتيرة والبنالتي الشوط الثاني دخلت. الشوط الثاني ما هو حتى الراجل إيه ده؟ يعني حتى ما بالظبط، لأن هي ما هو المدرب بيحس إن في قلق حصل. أنت دخلت كنت دخلت لعيبة نادي الاتحاد كلها في الـ في الـ في الـ في الجيم الشوط الثاني. لكن في الاخر هو الراجل اتكلم قالك ثلاث نقاط مهمين، الاخطاء لازم تتعالج. ممكن بعد اذنك تجيب لنا الكره دي تاني بعد اذنك، يعني معلش، لان احنا كان عندنا كثافه عدديه كبيره جدا في جوه 18. لكن الرخامه ولكن دايماً. ولكن هو دايما الرخامه ما كانش يعني فيه بالظبط، هي دايما الرخامه كانت هي المشكله، مش في العدد، المشكله انت واقف ازاي وماسك ازاي. يعني هي المشكله 2 4 6 8 بتتكلم على 10 لعيبه تقريبا. طيب. ولكن محمود كله فاضي، كله يعني الناس كتير قوي فاضيه. بص زحمه على فكره، الزحمه دي مش مفيده للشناوي ولا مفيده ليك انت كفريق. يعني المفروض عارف الشناوي كان طلع الناس الزياده كلها بره، وكان واحد على واحد وفي واحد زياده وانتهى على كده. لكن الزياده دي كلها هي مش بكتر المدافعين اكتر من هي بس انت في المكان ده انت مع مين، ودايما تسيب مساحه للشناوي عشان يخرج. كل دي زي ما بقول لك اخطاء هو قادر كولر ان هو يعالجها مع فريقه. وزي ما بقول لك انا يعني كان اسامه وعادل وبلال وانا اتكلمنا، يمكن اتكلمنا كتير قوي على الاخطاء، لو حد سمعنا هيقول الناس دي بتتكلم على الاخطاء ازاي. لكن هو ده المبدا وده الحاجه الصح في كره القدم، واحنا اتعودنا على كده. المكسب الحلو الحمد لله ما نساكش الاخطاء، لان انت فريق بطولات، فريق بطولات على قد ما يقدر يقلل اخطائه. صحيح. طول ما اخطائك بتقل في الملعب فانت في حاله كويسه. ازاي بعد ما تكسب واحد واثنين، ازاي انت اللي تحكم في ريتم المباراه، في ادائك انت المباراه، انت اللي تخلي المباراه تمشي زي ما انت عايز، لانك انت متفوق. وعلى فكره ما بقولش كلام هوا، لانك انت عندك العناصر اللي ممكن تعمل كده. سوليا على ديونج على علي على كل ده من رجل لرجل، هتلاقي الموضوع اسهل من كده. لكن في الاخر بتبص على الحاجه الاحسن، الثلاث نقاط والاخطاء ان شاء الله تتعالج. ممكن نجيب الجول الثاني من الاول بعد اذنكم لو متاح. يعني كابتن اسامه كره ثابته، ويمكن اتكلمنا في
كرة ثابته من علي معلول. احنا قلنا على الاستفاده من الكرات الثابته في الشوط اللي فات. علي معلول عنده دقه في الكرات العرضيه تملي بيعملها كويس قوي. هنا ياسر تملي حلوه. تمركز كويس من خمسه من لعيبه النادي الاهلي. اتلعبت ما بين نقطه البنالتي وخط الست يارد. مدافع الاتحاد السكندري ما طلعش من على الارض خالص، لكن ياسر عينيه مع الكرة العرضية من علي معلول، توقيت طلوعه هايل وشايف وراكنها على شمال المهدي سليمان الجون الثاني. ياسر عمله كويس قوي يعني، سواء العرضية هايلة سواء ارتقاء ياسر ومتابعته للكرة، طلع فوق يعني من فوق الراجل وحطها بكل سهولة على يسار المهدي سليمان. أيوة. هدف حلو يعني. والاستفادة من الكرات العرضية دي الضربات الثابتة مهم جدا، سواء فاولات سواء ركنيات سواء حتى رميات التماس، احيانا في بعض الفرق بتستفاد منها. ويمكن احنا شفنا مباراة كرواتيا تحديدا مع الارجنتين ومع اليابان بقوا يلعبوا الكرة الطويلة اللي هي داخل ال 18 لأنهم عندهم أطوال كانوا بيتعبوا بيها الفرق التانية. فضربات ثابتة بتستغل من الفرق بكل مهارة، بتفرق كتير جدا مع الفرقة يعني. زي ما احنا اتفقنا انه الشوط الأولاني الأهلي عمله كويس قوي، يمكن الشوط التاني أخطاء شوية كتيرة وعلاء اتكلم عليها باستفاضة وإتقان، يعني انه في استعجال في يعني اكنك انت خسران المباراه يعني ما تلعبش بهدوء. ايوه ف يعني الشوط الثاني اقل نسبيا ولكن مكسب كبير ومكسب مستحق يعني. ممكن نجيب الهدف الثالث من الاول معلش كابتن عادل، لو الهدف الثالث متاح هتقولنا من الاول. ماشي، الكره من متولي لاكرم حسين. هو ضرب ديفنس نادي الاتحاد بلعبه واحده اماميه قدام. وخلي بالك محمد مجدي قفشه لوحده في وسط ثلاث لعيبه. لحظه واحده اتفضل. يعني ست لعيبه على اثنين لعيبه. واحد اثنين ثلاثه. ادي واحد اثنين ثلاثه عند حسين وثلاثه على قفشه، يعني ستة او سبعة كمان. وفي واحد راجع. ولكن كلهم باصين على الكوره. ايوه. مش يعني سايبين قفشه. المهم كمل. هو جري كمان الديفنس جري بوشه على لا ما هقول لك ليه. محمود على بيلعب على الاوفسايد وشاف اللي وراه صلاح مغطي. ايوه يعني هو شاف اللي وراه. صعب عمل دي حلوه قوي. هو بس المهم في الامر ايه؟ ايوه كابتن، الربط ما بين حسين وقفشه بغض النظر عن خطا المدافعين. ايوه لكن انت كلاعب زي قفشه بيلعب تحت المهاجم مثلا وبيعمل الجري الحر بالشكل ده، قفشه من اللعيبه اللي ما بيعملوش سبرنت. قفشه بيستلم في رجله. ايوه لاول مره يستلم قدام، ودي ميزه الهدف ده. يعني اول حاجه حسين رفع عينه، وبعدين قفشه اتعملت له، وبعدين لما راح قفشه بقى دي ماركه قفشه الصراحه. يعني لعيب تاني اول ما يعدي من الجون هيشوطها. ايوه وهيشوطها في الجون جامد. لكن قفشه الوحيد اللي بص، يعني انا عايز اجيب الجون تاني، وهو قفشه بعد ما عدى من حارس المرمى كان ممكن يحطها، بس ما هو ما انا بالعكس. اوريك حاجه ماشي. بص هنا نظره قفشه، كمل يا برجاوي كده حاجه بسيطه، هتبص النظره بتاع اهو. يعني لو رجعت سنه يا برجاوي كده ووقفت هتلاقي ان قفشه ايوه ماشي هنا. بص مظبوط هنا. بص اي حد تاني اقول لك حاجه، عبد القادر جات له واحده زيها الشوط الاولاني حطها في الجون اللي دخلت جون. أيوه. الاولاني. أيوه. لكن دي ماركه قفشه ولعبها له قدامه كمان، يرفع عينيه ويحطها. أيوه. بالمقاس علشان اللي جاي من تحت. هنا اقول لك حاجه، يمكن قفشه علشان يعني مش بيلعب على الجون كتير. أيوه. خلي بالك لو مهاجم هيطمع انه يجيبها. أيوه. ودي حاجه صحيه في المهاجم، ان المهاجم بيعمل ريسك عشان يجيب جون. مزبوط. لكن قفشه من الحاجات المهمه في قفشه ان هو بصير. أيوه. من الحاجات المهمه اللي هو بيحط الباص علشان انت تجيب جون. فلما لقى قفشه ان هو الحته دي واكرم جاي بقوه
ويمكن اللي قفشه فيه ده انا يعني انا مستوعبه تماما بعد هدف قفشه. يعني قفشه من اللعيبه الكبار اللي هم دائما عايز يبقى جوه الملعب. انا بقول له قفشه، وانا عايز اقول له حاجه، بص عشان انا حاسس بقفشه في اللقطه دي. هو يعني انا افرح مع زمايلك زي مالك كابتن عادل وزي مالك كابتن، اللعيب دايما بيبقى عايز يبقى متواجد في الملعب. تمام، من حقك طبعا من جوه انك انت بتبقى يعني أكيد. مش مبسوط انك بره الملعب اكيد، ولكن لما بتنزل جوه الملعب ان شاء الله نزلت 5 دقايق اكيد تنسى كل ده، تتحسب عليه. لا بالزبط. وايه كمان تتحسب عليه؟ اجمل حاجه للمدرب انك تغلط. ايوه، وبعدين المدرب يعني انت الحمد لله قفشه جبت جون وعملت ماتش كويس، يعني عملت عمل جول وعمل وعملت شويه كويسين. لكن انا عايز اقول لك حاجه وده نصيحة ليه، لو انت حطيت جواك كده وما بقيتش كويس في المباريات فيبقى وجهة نظر الراجل صح. أي. هي كرة القدم كده. أي. انا بالعكس، ده المدرب بيبقى سعيد جدا ان اللعيبة يخلوه انا غلط. يعني تنزل 5 دقايق هي دي تبقى الحيرة. اصل المشكلة في ايه؟ انا يعني كمدرب يهمني النادي اكتر من اللاعب واللاعبين طبعا. فانا لما يجي قفشه مثلا ينزل يحرج اللي كان بيلعب قبله واللي قبله يحرجه، او ده ينزل يجيب جون، فانا يبقى عندي الحيره اللذيذه، يبقى عندي صراع على مركز. وكل انت عارف الفرقه اللي بتمشي كويس قوي اللي بيبقى عندها صراع على 6 7 مراكز. لكن في فرق بيبقى عندها حوالي مثلا 9 مراكز محجوزين، مفيش من اي يعني كتير قوي. وافتكرنا ولما انت عاوز تشد لاعب تجيب له لاعب، لما انت عندك لعيب مثلا زي قفشه نزل عمل الجون ده اكيد اللي هيلعب في مكانه هيعمل الجون تاني. وخلي بالك يعني قفشه لازم يكون اذكى من كده في الامور دي، يعني البقاء في اللعب او في الانديه للاعب. يعني وتبص تلاقي قفشه بقى نجم الفرقه، وهو نجم الفرقه طول عمره. قفشه ساعدك كتير طبعا، يكفى كويس. لا ويكفى كمان الجون بتاع القضيه يعني تاريخه قوي. فانت قفشه طول الوقت انت من اللعيبه الكويسين، يعني ما فكرش بره الملعب، او بالمعنى الاصح زعلك كتير ده ترجمه جوه الملعب. يعني ايمن هي بتحسب عليه كمان ليه؟ انا مثلا النهارده انا على طول، ويمكن علاء كان بيقولها، اسامه بيقول قفشه يعني يبقى في الملعب يحب مش عارف يبقى في الملعب. انا النهارده لما اجي اقيمه انا هقول وحش. انا هو واحد بحب لعب قفشه وبقول ان هو يعني المفروض يبقى من الاساسيين للفرقه والناس المهمه، باستثناء كره الجون قراراته معظمها النهارده وحش، لانه هو تحس مش مبسوط. أيوة. او يعني حتى لما جاب الجون ما فيش الفرحه اللي هي. أيوة. فهو المفروض رؤيه حلوه من حسين الشحاتي برده يا كابتن اسامه. طبعا وصل بيها بيرسي تاو الانفراد من برده من تلت ملعب الاتحاد، وصله كويس قوي. بس هو بيرسي تاو قراره كان صعب شويه، يعني كان يحطها كان المفروض يحطها على طول او يروح على يمينه كده يزقها ويروح على كان يحطها كابتن بلال دي مره واحده، هي باينه قوي يا ايمن اللي هو هيرقصها. الاستاد كله عارف ان فيها تويام كده. فيها يعني فيها 100 حل يعني. غير ده يعني قصدي انت مش مرغم، هو مش مرغم اللي هو عمل. هي دي ترقيصه جنوب افريقيه يعني، خد بالك مالهاش علاقه بالدوري المصري. بس هو خلاص هو فكر في دي ان هو يهوش تمام وياخده على بره، فاهم قصدي؟ يعني اللعبه الثانيه يعني حسين الشحات الثالثه. بص معلش بص العب كده كمل يا كابتن. يعني التوقيت بصراحه التايمنج بتاع حسين الشحات رائع جدا، من بعد دايره السنتر تقريبا. لا حسين الشحات التايمنج رائع جدا، بس خد بالك وهو وبيرسي تو كابتن المهدي على 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 يمينه على شماله من فوقه، يعني يرقصوا على الناحيه دي على على يعني ياخدوا على شماله كده. يعني الاسهل على فكره ياخدوا الناحيه دي، على فكره الناحيه الثانيه برضه سهله مش صعبه. يعني الناحيه الثانيه المهدي ما وقعش. ايه المهدي فضل واقف على كابتن، ما هو وانت بتراقص يا كابتن الجول بتراقص على بعيد يا بلال كمان. انت اصل هو ما عملش فينت يا كابتن. اتفضل يا كابتن. المسافه كمان بعيده ان هو مهوش من بدري قوي، من بدري قوي. هو لسه بص يا كابتن بتاع 6 ياردة او 7 ياردة وبيهوش. على فكره يا كابتن اسامه يقدر يحطها. ايوه يقدر يحطها على يمينه والناحيه دي يثبته كده. هو ده لان انت عند الوضع الحالي
ماجي عند الاداره بس المهدي غلس يعني كل القرارات متاحه في اللعبه دي ومن قبلها انت خد بالك انت بص انت بتتكلم من هنا انت لما ترجع سنه ورا كمان أيوة. انت برضو القرارات عندك متاحه يعني لو ترجع من بدري اصلا مرتين ثلاثه ايوه طبعا أيوة. عندك قرارات متاحه اهو من هنا يعني بص يا كابتن خلاص كمل بقى كمل عادي كمل الطبيعي بتاعك بس ايوه هنا كده هنا كده اي بس خلاص هنا كابتن القرار كان يحطها بس هنا عايز تعمل تشيب من فوقه عايز تحطها على يمينه عايز تحطها على شماله وانت بتقرر ترقص ما ينفعش ترقصه من على 5 متر يعني أيوة يعني كمل بس كمان سنه متر انت يا كابتن 6 متر لا هو قرر رقصه من 5 متر يعني هو دخل بس كابتن اسامه بص يا كابتن اسامه كمل معلش كمل كده كمل نكمل نكمل كمان بس ايوه هنا بص عايز ترقصه من 6 متر صعب جدا 6 متر يعني صعب ترقصه يعني على فكره انت حتى لو طولتها ما هو الجول كمان هيروح معاك والمدافعين هيلحقوا يجروا مزنوق فاهم انما القرار كان من بدري شويه ولو عايز ترقص لازم تكمل سنه كمان فاهم قصدي صحيح طيب في حاجه لا في حاجه كمان لازم برضو تعرف ان المهدي لعب عارف على ايه ان هي جول يعني اللي هو ايه اللي هو لعب على اخطائه هو اخطاء المهاجم يعني لو كان حطها من بعيد كانت تدخل جول يعني المهدي سلم نفسه بدري ولكن نفعه ان هو عاوز يعدي بالكوره انت فاهم عارف لو اتحطت من جنب رجله جول هو ما نزلش بسرعه يعني قال لك كوره جول ممكن تبقى جول حتى بص وقف للاخر سلم ان هو الحاجه الوحيده اللي هيتعامل معاها بيرسي توفيها التعديه بس الزاويه دي الزاويه دي فاضيه انت عارف مين اللي ادى المهدي سليمان اللي حق ان هو يرقص نزلته على الارض لا 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 بص حركه بيرسي تاو معاه ان انا مش هلعب الكوره انا هرقص حركه ايده دي مفيش حد بيلعب الكوره كده بيعمل ايده كده عايز خالص يعني انتوا كلكم فرطتوا استحاله هي بلاد حارس المرمى هترفع ايدك كده انت بتروح كده وايديك الاثنين تحت واخد الخطوه وخط القرار انما الحركه دي على فكره المهدي كمان راح من بدري قوي ناحيه الشمال صح. يعني مهدي اول ما عمل كده هو بيرسي تو فاكر مهدي يعني هيشتغل على ايده خلي بالك كابتن علي بيرسي بيستخدم رجله الشمال اكتر من اليمين أكيد. بكتير هو خد القرار ان هو هيروح على رجله اليمين كمان على اساس ان المهدي صعبة. على اساس المهدي هتخدع ان بيرسي هيعملها بالشمال فهيروح الشمال يمينه كويس لكن يعني لغه الجسد زي ما بيقولوا لغه الجسد بتاع بيرسي تاو مش هيلعب الكوره ده واحد هيرقص أيوة انت فهمني أيوة ايمن مزبوط. غير مثلا انت بتنفرد انت عارف هتعمل ايه برضو ده موقف من مواقف 3 على 3 ده شاطه دي شاطه في الدقيقه دي نكمل لا صعب وكان ممكن يعني ممكن يلعب لا صعب قوي يعني صعب هو حتى الرؤيه اصل هو واخد قرار يا كابتن خد بالك هو بعد ما بيرقص كده خد بياخد قرار وبعدين هو بيرسي تاو برضه عنده مشكله في الحته هو دايما كل ما بيقطم من ناحيه الشمال دايما يحطه في الضيقه ما بيفكرش ان هو يحط في الزاويه البعيده في اكتر من كوره يعني بص يا كابتن في الضيقه انت واخد بالك يا كابتن على طول في الزاويه الضيقه ميسيوني الله يرحمه كان مره عملها على شمال ميسيوني عملها يمين والله مره عملها كان حاطط في واحده في المقاولين كميسيوني حط واحده بيمينه كمان حسن بيمينه عايز اقول لك حاجه هو اصله عمره ما بيلعب بجنب رجله هو كل لعبه وش رجله وش رجله يعني سولي عامل ماتش كويس برضه ما بيعرفش يعمل الحته البعيده دي عمل مجهود كويس سولي من اجمد اللعيبه في الاهلي النهارده دي اعتقد دي لا دي واحده بص الكوره دي يا كابتن كامل معلش الكوره دي الكوره دي لا 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 الكوره دي قرار صعب قرار من مجدي قفشه الحقيقه زي ما قالوا الكباتن قرار فيه عدم تركيز فاهم قصدي كمل بص بدل تحرك نموذجي بص يا كابتن يعني انا الطبيعي جدا يا تبصيها لبيرسي تاو الناحيه الثانيه يا تزق انت وتروح واحد على واحد طبيعي يا بلال ده هو لازم بقى هناك اقصدش قصدي لو انت عايز يعني عايز ترقص بقى تشتغل انت ما ينفعش تشتغل لعبد يعني عبد القادر تحركه التحرك ده تحرك تدريبي يعني انا المدرب يقول لك ايه لما يكون واحد رايح قطر كده خد انت المدافع وروح فهو عمل الصح عبد القادر صح لا وفيها واحده يا بلال برضه ممكن جدا قفشه ببصه المدافع دي يحطها كده طوليه كده طوليه يعني مش السهم كده لا السهم من قدام المدافع بتاع الاتحاد لاحمد عبد القادر هو جاري طولي مش قطري يعني ايوه كده والله لو بس على بص خلاص ان هو طالع ماشي بار. ماشي بس انا اقصد لو قفشه اجبره ان يعملها كده في الحته الفاضيه قدام مهاجم الاتحاد وهو رايح ستريت هتبقى اوقع بس ايوه بس القرار جاي منين يا كابتن من عبد القادر نفسه القرار جاي ان هو يعمل لا هو ممكن يغير اتجاهه لكن لا هو
عامل علشان يعدي من الناحيه دي، علشان هو المفروض الافضل الافضل يجري وطولي ان بس كمان الافضل ان يحتفظ بيها ويروح ماشي. قفشه اتصرف بس يعني انا بتكلم على عبد القادر كمان. قفشه اتصرف تصرف طولي، قفشه اتصرف تصرف صعب. اللي هو ايه لا اللي هو زهق يعني، عشان كده بقول له يا قفشه ازعل، لكن اللعب لا طبعا. انزل هات جون واثنين وثلاثه واربعه عشان تحجني، ده المهم. صحيح. طيب نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب بالنادي الاهلي. بجدد التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتننا الكبار، كل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم جدا الحقيقه، وشهر مليء بالمباريات الصعبه، لكن مرحله مرحله زي ما النادي الاهلي معودنا. النهارده يمكن هنتكلم في امور كثيره جدا طبعا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، النهارده طبعا كل المباريات صعبه، لكن انت ما بتستمر في الانتصارات، بتحتاج في كل مباراه طلب مجهود اكبر. النهارده يمكن الاداء كان جيد جدا، شناوي متالق بشكل كبير جدا مع فريق النادي الاهلي، التوفيق كمان كان معانا النهارده. حطينا في الاجواء ونشوف الجيم النهارده ازاي يا كابتن. تحيه طبعا كابتن ايمن وضيوفه، يعني ممكن اختلف معاك شويه، المباراه جيده جيد جدا زي ما انت بتقول، لكن لا اعتقد يمكن النهارده المباراه بالنسبه لنا مش مرضيه على مستوى الاداء. ممكن على مستوى الاهداف تكون مرضيه بالنسبه لنا، ثلاث اهداف مهمين، لكن توقيت المباراه كان بالنسبه لنا يعني كان صعب. اعتقد ان القرعه برضو خدت من اللعيبه شويه من تفكيرها، يمكن الراجل حذر قبل كده واحنا حذرنا كتير قبل المباراه ان مش عاوزين نفكر في افريقيا، عاوزين نفكر في مباراه النهارده. يمكن الراجل اكد عليها في المحاضره، اكد عليها بين الشوطين، يمكن اعتقد اللعيبه يعني ما كانش كانت القرعه اخذت منهم شويه يعني، لكن الحمد لله برضو على النتيجه. وثلاث اهداف مهمه وثلاث نقاط مهمه، وده الاهم بالنسبه لنا، اللي انت تقدر تصلح الاخطاء اللي حصلت يعني وانت كسبان. فاعتقد دي حاجه الايجابيه اللي في المباراه يعني. القرعه يمكن انت قلت يا كابتن طبعا خدت جزء بسيط، لكن كجهاز فني اكيد طبعا يمكن النادي الاهلي بيبقى عنده هدف وحيد في البطوله الافريقيه، مين هتقابل مين، المجموعه فيها مين، الجهاز الفني اتكلم ازاي في الامر ده، وشايف المجموعه ازاي بالنسبه لك يا كابتن؟ زي ما قلت ان الراجل اللي اتكلم في المباراه بتاع النهارده ان دي الاهم بالنسبه لنا يعني، لسه بطوله افريقيا، لسه انت اكتر فرقه في القاره واخده البطوله، انت المرشح الاول دايما في البطوله، انت المفروض الفرقه الثانيه اللي تخاف منك يعني. لكن كان تفكير النهارده منصب اللي احنا ازاي نقدر النهارده نحسم المباراه، ثلاث نقاط مهمه، بتلعب فرقه مميزه، بدات الموسم بشكل كويس جدا، مميز جدا، عندهم لعيبه مميزه، عندهم مدرب مميز، بيلعبوا باسلوب هجومي من الفرقه اللي بتحب تهاجم والكلام دوت. لكن اعتقد النهارده يعني الحاجه الايجابيه بالنسبه لنا الثلاث نقاط والثلاث الاهداف اللي احنا حرزناهم. المباراه القادمه ويمكن خلاص كل اربع ايام مباراه، النادي الاهلي خلاص داخل في شهر فيه ثلاث مباريات مهمين جدا، شهر ديسمبر، شايف المباراه اللي جايه ازاي وهيتم الاستعداد ليها ازاي يا كابتن؟ مباراة برضو مهمة، احنا ماشيين خطوة بخطوة، مش عاوزين نقع في اخطاء اللي حصلت لنا السنة اللي فاتت. بطولة الدوري انت تحسمها بايدك يعني، فاحنا بنشتغل على كده والراجل بيشتغل على كده. كل مباراة بالنسبة لنا هي الاهم بالنسبة لنا، هي دي اللي بتقربك خطوة ناحية الدوري يعني. مباراة مهمة خصوصا هي بعد ضغط ثلاث ايام، افتقدنا النهارده برضو بيرستاو، قوه كانت بتضيف لنا كتير، لكن الحمد لله عندنا ثقه كبيره طبعا في اللعيبه اللي موجوده. هنستعد كويس، عندنا تمرين بكره، نستعد لمباراه فيوتشر، فرقه مميزه وعامله نتائج ايجابيه وبتلعب كونفدراليه وعندها طموح برضو اللي هي بقت من الفرق الكبيره اللي في الدوري، فان شاء الله نستعد لها بشكل كويس وان شاء الله يكون نحقق فيه ثلاث نقاط باذن الله. كابتن سامي دعم كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، يعني رساله رائعه في مباراه المحله، كان ليهم دور كبير، ويمكن النهارده كمان مطلوب منهم كمان اكتر من كده، لان هو ده جمهور النادي الاهلي بيدي دفعه كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي. طبعا كالعاده يعني جمهور النادي الاهلي موجود في كل الاوقات يعني، نتمنى هم جمهور النادي الاهلي عمره متاخر عن النادي يعني، لكن الظروف اللي انت بتسمح بعدد معين من الجماهير هي اللي بتقيد الناس شويه اللي هي تيجي يعني، لكن اتمنى ان شاء الله ان الامور ترجع تاني زي الاول والجمهور يرجع تاني زي الاول، لان زي ما انت قلت شكل الجمهور يفرق معانا جدا وعلى ادائنا يعني، ولا اللعيبه نفسها، اللعيبه مفتقده جدا اللي هي تلعب مع الجمهور يعني. فاتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يكون في دعم اكتر، وهم كالعاده في ظهرنا في كل الاوقات يعني، لكن ان شاء الله واحنا ان شاء الله نوعدهم ان احنا ان شاء الله نكون دايما على قد طموحهم وقد ثقتهم في الفرقه ان شاء الله، ان شاء الله اللي احنا نحقق البطولات اللي جايه ان شاء الله. شكرا شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، بنشكره طبعا وبنهين اكيد فريق النادي الاهلي. فوز كان مهم جدا، لكن عندنا مباراه صعبه ان شاء الله باذن الله، الصفحه خلاص تم غلق الصفحه تماما، القادم افضل ان شاء الله للنادي الاهلي، ويا رب النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات في بطوله الدوري العام. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، والحمد لله ثلاث نقاط غاليه، العلامه الكامله من نصيب النادي الاهلي
من ساعه ما حضر مستر كولر حتى الان. ان شاء الله الفتره الجايه نكمل ماتشات صعبه، ماتشات كل 3 4 ايام، عندك اربع ماتشات لحد اخر ديسمبر، وبتبقى كده وصلت للمباراه رقم 65 بعد اربع مباريات بالظبط، تبقى وصلت للمباراه 65 هذا الموسم او هذه السنه. ان شاء الله النادي الاهلي يكمل ويحقق العلامه الكامله، وزي ما قالوا الكباتن دايما طول ما انت عامل فارق بينك وبين المنافسين ومحافظ عليه باذن الله محدش هيقدر يتخطاك. اتمنى من لعيبه النادي الاهلي الفتره الجايه مواصله الانتصارات وتحقيق العلامه الكامله. خش بقى على دوري المجموعه. بالمناسبه النهارده يمكن كان في من ضمن الحضور في المباراه فريق سبارتا براغ التشيكي اللي هو للناشئين، كان حاضر. هو على فكره بيعملوا معسكر هنا في النادي الاهلي في مدينه نصر، وصمموا النهارده على الحضور علشان يتفرجوا على النادي الاهلي وهو بيلاعب نادي الاتحاد السكندري، وزي ما معانا في الشاشه كده اهم موجودين في مدرجات استاد السلام. طبعا العلاقه بين النادي الاهلي وبين جميع الدول وجميع الانديه على مستوى العالم مش عايز نتكلم عليها، لان زي ما حضراتكم شايفين اهو حتى الاولاد بتوع سبارتا براغ التشيكي متواجدين بيتابعوا النادي الاهلي من المدرجات، ودي بتعكس طبيعه العلاقه بين النادي الاهلي وجميع الانديه على مستوى العالم. طيب خش بقى على دوري المجموعات. كابتن علاء طبعا حضرتك تابعت النهارده القرعه، نتائج القرعه، المجموعه الاولى فيتا كلاب للكونغولي، شبيبه القبائل الجزائري، بترو اتليتيكو الانجولي، الوداد المغربي. مجموعه قويه طبعا جدا. كمان تاني كده يا كابتن معلش، فيتا كلاب الكونغولي، عندك شبيبه القبائل الجزائري، بترو اتليتيكو الانجولي، وداد. والوداد المغرب. لا مجموعه قويه جدا وصعبه جدا وصعبه تكهن مين ممكن يعدي منها، واكيد طبعا مرشح الاول الوداد. لكن لا في ثلاث فرق مولعين جدا يا ايمن، ودايما في مقدمه فرق افريقيا. فاعتقد بترو اتليتيكو كمان صعب جدا كمان. فاعتقد ان لا المجموعه دي ممكن اقول ترشح مين صعب، ممكن الوداد. الوداد معاه بترو ولا شبيب القبائل؟ بترو كلوب يعني بترو. بترو اتليتيكو. بترو اتليتيكو. طيب كابتن اسامه، المجموعه الثانيه القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صن داونز جنوب افريقي، والنادي الاهلي. صن داونز على طول معانا خلاص بقى من وانت مغمض. مجموعه متوازنه جدا. اعتقد انه الاهلي وصن داونز يعني خبرتهم وبطولاتهم والادوار اللي بيوصلوا ليها اقرب كتير من الهلال السوداني والقطن الكاميروني، لكن ده لا يمنع ان المجموعه مش هقول صعبه قوي، لكن مجموعه معقوله. لكن في ماتشات برضو مع الهلال السوداني هتبقى مش ماتشات سهله، مع الاردن مش هتبقى سهله. ولكن ارشح طبعا الاهلي وصن داونز من المجموعه دي. طيب كابتن عادل، المجموعه الثالثه فايبرز الاوغندي، سيمبا التنزاني، هوريا كوناكري الغيني، والرجاء المغربي. اولا طبعا الرجاء هيتصدر المجموعه ودي سهل جدا. انا متهيألي دي اسهل مجموعه. وحوريا كوناكري المجموعه دي كلها تصنيف ثاني ما ينفعش تصنيف اول يعني. لا معانا الرجاء طبعا. الرجاء كوناكري ممكن تصنيف ثاني يا كابتن. وسيمبا برضه كويس. وسيمبا التنزاني كويس. سيمبا كويس. لكن حوريا اعلى شويه. طيب المجموعه الرابعه كابتن بلال، المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، زمالك المصري، والترجي التونسي. دي شبيهه للمجموعه الثانيه اللي فيها الاهلي يعني. قريبه الفرق يعني، الفرق فيها برضو فرق جيده. مريخ السوداني الحقيقه البطوله اللي فاتت كان عامل ماتشات حلوه جدا جدا، وكان بيلعب بره ملعبه. الزمالك والترجي برضو يعني كلاكات زي الاهلي وصن داونز نفس الموضوع، وشباب بلوزداد يعني ترشح مين كده؟ اتوقع الترجي والزمالك يعني. اتوقع الترجي يصعد والزمالك من المجموعه دي. كابتن عادل انت قلت الرجاء مع هوريا كوناكري. طيب الكابتن بلال قال
الزمالك مع الترجي التونسي. الترجي الترجي والزمالك ممكن يصعدوا الاثنين. هم دول من وجهه نظرك اليوم الافضليه يعني الاوقع طبعا الاوقع دول الاوقع بالظبط يعني الاوقع يعني ممكن هم دول الفرقتين اللي ممكن يكون عندهم الكواليتي والامكانيات. بص يا ايمن هو كل واحد بيتكلم كلنا احنا اربعه بنتكلم على اساس الورقه اللي قدامك وعلى اساس الفرق صحيح. لكن أي. ساعة المباريات طبعا ما تعرفش ايه اللي هيحصل وما شفناش الفرقة الثانية يا كابتن علاء لسه ما اتفرجناش على البداية بتاعت الفرقة الثانية. لا لا مش جاي بقول لك ما تعرفش كل فرقة عملت ايه خلال الموسم ده او المواسم اللي فاتت صحيح. التدعيم كان ازاي هتلاقي في مباريات صعبة جدا مثلا انا متخيل مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بره مباراة صعبة جدا يعني اسامة عارف احنا رحنا لعبنا هناك قبل كده مباراة مش سهلة فاكيد الهلال السوداني والهلال السوداني يعني كل فريق لكن معاه بتبقى صعبة جدا بالظبط لكن هو انت هو انت بتلعب على ايه؟ يعني هو النادي الاهلي ماشي كل احترام لكل الفرق بس انا كل الفرق دي مرحب بيكم انا بلعب على بطوله طبعا عشان تكسب بطوله ما يهمكش حاجه ماليش دعوه بالفرق كل احترام ليهم لكن انا ليا هدف معين صحيح. نفس الكلام على كل الفرق اللي بتفكر فيه انك تفوز بطوله لكن المجموعات يمكن اسهلهم شويه المجموعه اللي عند عادل اللي هي الثالثه اسهلهم شويه حتى مزلوب. عادل يعني نقى اثنين هم دول اقرب لكن هي اسهلهم شويه صحيح لكن بقى المجموعات لا صحيح بس المجموعه الاهلي القطن والهلال وسان داونز والاهلي يعني مش هتلاقي هتلاقي كلهم بيخبطوا ببعض يعني هتلاقي اللي هيوصل اللي هيوصل ممكن يوصل ب 10 بونت او 9 بونت بالكثير يعني وفي فرقه ممكن بقول لك اسهلهم ب 7 بونت اسهلهم المجموعه اللي هي طبعا الثالثه طيب نروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل انتظروا نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وصلنا للنهايه قبل ما نطلع لكابتن ناصر كابتن علاء رجل مباراه اليوم الشناوي محمد الشناوي طبعا طيب تنبؤاتك لماتشين الدور قبل النهائي لكاس العالم عندنا الارجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا هكتب اهو أرجنتين كرواتي كرواتي كابتن علاء كرواتي ماشي مغرب فرنسا مغرب يعني الفاينل مغرب وكرواتي إن شاء الله ليه لا ماشي كابتن أسامة نجم رجل مباراة اليوم الشناوي الشناوي طيب الأرجنتين وكرواتيا الماتش ده صعب قوي ماليش دعوه كرواتيا مش زي كاس العالم اللي فات بس ما اعرفش ماشيه معاه بس فرقه جلسه ممكن تكمل برافو بقول لك فرقه هي فرقه رخمه بس انا برضو متعاطف مع ميسي انا بقول الارجنتين اقرب بس بنسبه صغيره بس الارجنتين ماشي طيب المغرب وفرنسا طبعا برضو كلنا نتمنى المغرب وعاملين بطوله هايله خلاص عرفت انت عرفنا هتقول ايه خلاص ما يكون بس انا اعتقد فرنسا اقرب طيب فرنسا فرنسا طيب كابتن عادل يعني نهائي فرنسا رجل مباراه اليوم الشناوي محمد الشناوي طبعا ماشي ارجنتين وكرواتيا فرنسا والارجنتين في الفاينل فرنسا وارجنتين فاينل زي يعني كابتن عادل زي يعني طيب ماشي كابتن بلال رجل مباراه اليوم ما انا هقول زي الكباتن اكيد مش هختلف لا 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 قول براحتك هو مش كبير على فكره ده كل واحد ليه راي طبعا عادي في الاخر راجع محترم على فكره محمد الشناوي يا غيرنا فعلا ده غير ما شاء الله ايوه احنا قلنا الشناوي لا لا هو محمد الشناوي فعلا مختلف الارجنتين وكرواتيا المره اللي فاتت قلت لك المغرب انت قلت لي المغرب هتكسب كان معك 50000 ريال دلوقتي بقوا 100 بس الارجنتين وكرواتيا بص انا اتمنى طبعا المغرب يعني لكن انا من وجهه نظري مش من وجهه نظري التعاطفيه الارجنتين وفرنسا في الفاينل يعني انت بتقول ارجنتين تكسب كرواتيا وفرنسا يعني تكسب المغرب عادل وبلازا بقى رابح البيع انا اقول كرواتيا تكسب الارجنتين واتمنى وباذن الله المغرب تكسب فرنسا انت ابنتك بتطلع غلط كلها يا كابتن لا والله ابدا بالعكس انا طلع تنبؤاتي كويسه جدا لحد دلوقتي انت قلت يعني المغرب تكسب انا قلت المغرب تكسب انا ما قلتش خالص انا قلت اتمنى بس انا قلت الاسبوع اللي فات انت قلت المغرب لا صعب لا انا قلت لك المغرب تكسب لا مش صعب والله ده اللي قال كده يعني انت يعني علاء وايمن كرواتيا والمغرب وانا بلال وعادل الارجنتين وفرنسا ان شاء الله اتمنى يا رب المغرب نتمنى ان شاء الله المغرب يكمل ونجم مباراه اليوم كابتن محمد الشناوي نروح لفاصل
نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحياة التحكيمية. انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، مشرف. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن علاء عبد الرحمن، كابتن بلال. اهلا كابتن. مبروك النادي الاهلي على الاداء والنتيجه، وهارد لك لنادي الاتحاد. كابتن ايمن، في البدايه قبل ما نروح لمحمود البنا وطاقم التحكيم والحالات التحكيميه، يعني حابب ان انا يعني ااكد على حاجه مهمه جدا، وهو فيديو الخبير الاجنبي كلاتنبرج عن الجوله السابقه للكابتن علاء. مهم جدا جدا انك انت كمسؤول في لجنه الحكام تعترف بالاخطاء، مهم جدا تعترف بالاخطاء التحكيميه كابتن عادل، عشان ده بدايه تصحيح المسار، ده البدايه اللي احنا نقدر نصلح التحكيم من خلال الاعتراف بالاخطاء. 3 من 3، ودي الحالات اللي احنا قلناها يا كابتن علاء في الاستوديو هنا، الحمد لله بفضل الله تعالى نفس الحالات اللي احنا قلناها وحللناها بشكل يعني عادل، هو طلع الراجل اكد عليها، بدايه من لعبه حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي، احنا قلنا ان هو نجح في لعب الكره، وما كان يجب على الفار ان هو يستدعي الحكم، وكانت حاله غريبه جدا، والحكم راح ورجع ومشى اللعبه. هو قال ان فعلا الشناوي نجح في لعبه الكبرى ومفيش مخالفه من الشناوي. الحاله الثانيه كابتن ايمن بنذكر المشاهدين بيها، وهي الدهسه على ساق اكرم توفيق، وهو حتى استغرب يا كابتن، استغرب جدا جدا، قال ازاي ان حكم الفار في هذه الحاله ده سلوك مشين وليس لعب، ان اللاعب النهارده هنا ارتكب سلوك مشين، وكان يجب على حكم الفار ان يتدخل ويستدعي الحكم، لان دي حاله طرد مباشره. احنا الكلام ده احنا قلناه. اخر حاجه اللي احنا قلناها كابتن اسامه كانت ركله جزاء لاكرم توفيق، اللي كانت قريبه من خط المرمى، اللي هو نجح في لعب الكره واللاعب المحله لم ينجح، وبالتالي كان في عرقله بالركبه في ركبه اكرم. هو ايضا طلع قال كان يجب تدخل الفار لان دي ركله جزاء صحيحه. الكلام ده بقول لك يا كابتن بلال، لان دايما المسؤول لما بيعتبر الاخطاء اكيد اكيد الحكام كلها بتستفيد يا كابتن ايمن، ده اللي احنا عاوزينه، وده اللي احنا بنأكد عليه. احنا في قناه الاهلي بنقول اللي بنشوفه بصرف النظر الاخطاء ضد لمين، ولكن احنا هنا بنقول اللي احنا بنشوفه. هو اكد على هذا الكلام. اتمنى ايه بقى يا كابتن ايمن؟ مش بس حضرتك تطلع تعترف بالاخطاء، لا، اتمنى ان حضرتك تطور من اخطاء الحكام عشان نقدر ان احنا نشوف مسابقه خاليه بلا اخطاء ان شاء الله. هنروح طاقم التحكيم النهارده محمود البنا، اللي دايما بقول اللي بيعمل من الصعب سهل. البنا يا كابتن احمد، في امور تحكيميه الحكم احيانا بيصعب الامور، وفي حكم بيسهل الامور على نفسه. البنا النهارده ادى اداء، يعني انا بقول ان هو اداء جيد مع طاقم التحكيم بالكامل، حتى حكام الفار النهارده ادوا مباراه رائعه كابتن علاء، ركنتين جزاء على الاهلي وبنقول اهو، ولكن احنا بنشيد بطاقم التحكيم يا احمد، ما عندناش مشكله خالص طالما القرارات التحكيميه صحيحه، ما عندناش مشكله في ان احنا نقول ايه اللي حصل النهارده. خلينا نروح لطاقم التحكيم. كان البنا احمد توفيق طلب كان موجود، وكان المساعد رقم 2 اسامه ابو لطيف، والحكم الرابع مصطفى عثمان، كان على فار محمد عباس، وكان سامي هلال. الحاله الاولى معانا، هنشوف هنا الحاله ديت ونشوف هدف ياسر ابراهيم، الهدف العالمي اللي انا بقول عليه هدف عالمي، اللي النهارده هذه الاهداف في كل الدوريات يا كابتن مفيش حد يقول ان هنا في وذب، ولكن انا في ارتقاء من اللاعب بيلعب كورته، وبالتالي وهو نازل بيبقى فيه تلامس، ولكن هنا الفار قعد فتره، البعض قال لك الله هو الفار بيدخل في ايه يا كابتن ايمن؟ لا، هقول لك الفار ما كانش على الحاله ديت. يا ريت تجيب لي اللقطه الاولانيه اللي هي تمركز اللاعبين ولحظه لعب الكوره، عشان نقول ليه الفار اتاخر فيها يا كابتن ايمن. ستوب، هرجع تاني، معلش معلش معلش، لحظه التمرير وقف، بس نقف هنا كابتن. هنا بنتكلم الفار تدخل ليه؟ على تسلل، عاوز يشوف هل حد من هؤلاء اللاعبين اللي موجودين قدام هل تدخل في اللعب، هل اثر على حد، هل عمل اي حاجه،
ولكن هو تأخيره كان عشان اللقطة بتاعت التسلل، ولكن الهدف هما الهدف كان هدف سليم. وهنا بشيد بيه حكم المباراة وحكم الفار. الحالة بعد كده هنا هو شوف هنا حالة من الحالات المهمة جدا، البنا بيتحرك بس قوي 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 وراح ناحية الشمال وبعدين ما شافش تفاصيل يا كابتن أحمد. أيوه ما شافش تفاصيل. شوف عندنا أكتر من زاوية ونشوف هل هناك مخالفة. ها نمشي نشوف 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 نشوف. بس الكرة ما زالت في اللعب ولا لا؟ في الملعب. وهنا هشرح اللعبة بالتفصيل يا كابتن أحمد. هنا يا إبراهيم خلي بالك لو رجلي نزلت على الأرض وخدت رجل اللاعب هقول ما فيش مخالفة. انما اول طلعه رجل ياسر كانت فين؟ كانت فوق. وهنا خلي بالك هنا البنا لما راح شاف لم يتردد ورجع اشهر البطاقه. هذه المخالفه موجوده والمخالفه بتهور والقرار كان قرار صحيح من الفار ومن الحكم محمود البنا. ركله جزاء طبعا هنا الدهس هنا موجود والقرار بركله جزاء والبطاقه الصفراء كانت موجوده كان قرار صحيح. نشوف الحاله اللي بعد كده ودي حالة مهمة جدا. المخالفة موجودة والراجل حسب المخالفة وشفنا اعتراض هنا الإنذار مش على المخالفة. ودايما بنا ليه شخصية تحكيمية يا كابتن ما بيسمحش بالاعتراض. وأنا بقول للعيبة دايما خلاص الحكم خد قرار هو ما كانش هيديك بطاقة ولكن نتيجة الاعتراض على القرار هو إنها إدى الإنذار للاعتراض على قرار الحكم. الحالة اللي بعد كده. شوف هنا هرجع تاني تسمح لي معلش 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 لان الهدف دوت مهم جدا جدا هنجيبه تاني من البدايه في اكتر من حاجه هنشوفها. ستوب البنا فينا يا كابتن علاء اهو نص الملعب. يبقى احنا قلنا دايما الحكام ايه ومن خلال قناه النادي الاهلي بندي درس تحكيمي. خلي بالك في التحضير ممكن اول مهاجم يقطع وبالتالي انت فين يا بنا؟ هنا. فهنا اللي حصل ايه؟ ضغط قطع بقى في جاب كبير جدا ما بين الحكم وما بين ايه؟ اللعبه. اللعبه. هنا يبقى لازم في توقع وقراءه لعب. بنا هنا هنشوفه عمل ايه؟ درس للحكام. يلا خلينا نروح نشوف البنا هل وصل في المكان ولا ما وصلش. هنا طبعا عدى بشكل كويس. الكره هنا لم ترتطم بايد بيرسي ولكن هي ارتطمت بيه جسمه. نشوف هنا الهدف سليم 100% يا كابتن. هنا كرة بتعمل دريبل في الرجل وبتعدي وهدف صحيح 100%. انا كنت وانا جايب اللعبه ليه يا كابتن؟ هدف صحيح. طب انت جايبها ليه؟ تعال نشوف تحركات البنا في هنا هنا. بص يا كابتن هنا البنا خد عمودي ثم راح ناحيه الشمال ثم قطع ناحيه الشمال تاني عشان يكشف ان كان هناك في مخالفه وبالتالي التمركز رائع جدا جدا. غير اتجاه تحركاته في اكتر من مره في نفس اللعب. ده اللي احنا بنقوله للحكام خلي عندك دايما قراءه ما تروحش عمودي لابد انك انت تذهب في الزاويه الصحيحه اللي تشوف منها المخالفه وبالتالي هنا بنشوف هنا التحركات عمودي ثم جانبي اخر تاني اهو ثم بيكشف اللعبه والهدف هدف صحيح لبيرسي تاو. الحاله بعد كده هنا حاله هنا كابتن الاهلي الشناوي بيروح بنشوف هنا هل في مخالفة أكتر من زاوية يا كابتن أيمن؟ نشوف أكتر من زاوية. لاعب الاتحاد هنا بيستخلص وبيروح انفراد. انفراد بيمشي وبعدين هنا بيحصل نشوف تاني. هرجع لنقطة مهمة الأول قبل ما أتكلم في المخالفة هرجع للحالة الأولى خالص اللوكيشن من أول. واحدة واحدة. ستوب. لا أرجع تاني معلش سامحني. هنا سنة صغيرة ونقف نقف ماشي ماشي كمان كمان نمشي 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 صح ارتكاب مخالفة بس لا نمشي قدام بس. سؤال هل هنا في فرصة محققة ولا لا؟ طبعا. طب اقول اسهل من كده هل اللاعب الاتحاد لو عدى يا كابتن لو عدى عنده امكانية يحط جون ولا لا؟ طبعا. اوكي طبعا. يبقى هنا فرصة محققة ما زالت موجودة لان هنا لاعب نادي الاهلي هنا ما عندوش امكانيه يقدر يغطي فبنتكلم في القانون هذه فرصه محققه؟ اه فرصه محققه. طيب البطاقه هنا ما بقتش حمراء ليه؟ ده السؤال. من تحت. السؤال ليه؟ ليه الحكم ما اداش بطاقه حمراء؟ لان هنا هناك تنافس على الكره من الشناوي. امتى ادي بطاقه حمراء؟ لو الشناوي شد او دفع
او عمل حاجه خلاف التنافس. هنا الشناوي بيتنافس وبعدين نشوف عمل ايه الشناوي في هذه الحاله. خلينا نروح للقطه الاخيره ونشوف هنا الحاله. كويس انك وضحت النقطه دي يا كابتن عشان هيقعدوا بقى يزعجونا بالكلام اللي عندما يكون هناك تنافس والحكم بيحسب ركله جزاء بتنزل البطاقه من الحمراء للصفر. في حاله واحده بس لو الحارس شد او دفع. هنا كابتن هنا شايفين ان هنا في خطا باهمال موجود. لو هنشوف الركبه هنا زحفت ثم راحت للرجل اليمنى وبالتالي هنا الخطا باهمال هناك تنافس يستحق كارت اصفر. اصفر بس مش احمر. صح. صح برافو برافو يبقى احمر. انما لو شاد اللاعب بايديه لو شاده وهو رايح كانت بقت حمراء. ده التوضيح ما بين الفرصه المحققه عندما تحتسب داخل منطقه الجزاء امتى ندي الاحمر وامتى ندي البطاقه الصفراء. هنا البنا احتسب بدون تردد والفار اكد على القرار في هذه المخالفه. هنا لعبه من الالعاب الجميله جدا جدا ان البعض شاف ان ممكن يكون في مخالفه على اليو ديانج. كابتن دي كانت داخل منطقه الجزاء يا كابتن. والبنا يبعد تقريبا 2 يارد. هنا في مين اللي نجح في لعب الكره؟ هنا اليو. ودي انا بحيي فيها طاقم التحكيم فيها لان اي حاجه كان ممكن يدي على الشكل ويحسب ركله الجزاء. وبالتالي يمكن دي كانت اخر حاله معانا كابتن ايمن. هنا اليو بينجح في لعب الكره. اداء تحكيمي يعني اعتقد كان كويس. زي ما قلت انا الهدف من كلامي عن كلاتنبرج اعترفت بالاخطاء. ده شيء مهم جدا وشيء جميل تصحيح مسار الحكام. ولكن لابد انك انت تشتغل بقى على الاخطاء دي، تشتغل على الاخطاء وتطور اداء حكامنا. الدوري جاي وفي ماتشات صعبه كابتن ايمن. نتمنى التحكيم المصري يكون في مصاف التحكيم الدولي. ونتمنى طبعا التوفيق لكل الانديه في مشاركه الدوري المصري. شكرا. شكرا جزيلا كابتن ناصر امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل نهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والاتحاد السكندري والمؤجله من الاسبوع الرابع للدوري المصري العام الممتاز لكره القدم والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0 ومحافظته على صداره القمه منفردا للاسبوع الثالث على التوالي وحصد العلامه الكامله. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه. ان شاء الله الفتره القادمه مزيد من الانتصارات. بشكر نجومنا الكبار اللي مشرفيني النهارده كابتن اسامه عرابي. شرفتنا كابتن وامتعتنا. مش بالترتيب ما تخافش انا عارف بس انا قلت ماشي. خلينا من اهل اليمين. واحد يا اسامه واحد. انت كنت خايف ليه وقلقان وبص كابتن علاء؟ لا ما تخافش. لا حبيبي ده حبيبي عشره عمر يعني. الف مبروك يا ايمن ومبروك لجماهير النادي الاهلي وثلاث نقط غاليين ان شاء الله عقبال ماتش فيوتشر ان شاء الله الجاي يا رب ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن الشكر كابتن امتعتك يعني مبروك ونتابع الشوط الثاني نبقى افضل في المباريات القادمه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ومبروك العلامه الكامله الحمد لله رب العالمين. كابتن علاء ملوك شكرا كابتن امتعتك. شكرا نشكرك يا ايمن مبروك وثلاث نقاط مهمين الحمد لله ان شاء الله دايما في الصداره ان شاء الله ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا كابتن امتعتنا. ربنا يخليك كابتن ايمن. مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله المباريات اللي جايه تبقى افضل باذن الله. وطول ما احنا محافظين على المكسب صحيح. ده اهم شيء اعتقد بالنسبه لنا في مشوار بطوله الدوري العالمي باذن الله رب العالمين. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. استوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورقه حياتي.